يلا شباب حوية، شباب حوية حوية. هلو ركب الطيارة. هلو تنزلون حاويات شادو، ايش كنت توست؟ شفت الجيم اللي كنت فاضل واحد اهوت نص الاول؟ ارفع صوت المايك عندك شوية. لا رفع انت اللي عندك فيه حاجة مشكلة. شفت الجيم اللي كان فاضل واحد اهوت نص الاول؟ الجيم شو؟ عملت 3 لوك؟ لا عملت 3 لوك فيهم. اذا ما شو بعرف فيه زي ما شو ما بحفظش. الجيم اللي انت موت فيه عند عند البيتين دولت كان في تيم هناك، موتت فيه عند البيتين، كان في بيتين كده وانت ضربت عنده وانا كنت جاي وراك، واحد كان لابس الشجرة وكان تيم كامل يعني. مش عارف دلوقتي كان في بيت فوق ضربت عليكم قنبلة، واتنين تحت ضربتهم عملتهم لوك. انت كل اللعبات رفع الضغط فين لانك بتغطيش؟ لا ما غطيش يا عم، بتغطيش شو برضه؟ لا جميل، في حد نزل معانا، في حد ورايا يا شادو. مش مع سلاح فرعون، مش مع سلاح فرعون، مش مع سلاح، مش مع سلاح. خد خد خلص خلص لقيت خطوش، خلوش يسعفهم، خلوش يسعفهم. اصلا كده عشان لو بيضربني شنو ازاي عشان اصلا شت يا فرعون، شت ليلك شت. شو سويت بحالك انت يا ولدي؟ ضربت حالك ار بي جي؟ يا عم لا ضربني. اطلع اطلع اكزت. مفيش حد معانا؟ اذا مطلع نزلت خمس وانت قاعد اطلع. يا عم هو كان معايا السلاح لسه ماسك السلاح دلوقتي. كرتوش ضربت حدا فيه.